السلام عليكم ليكيب، مرحبا بكم جديد في القناة تاعنا. ما تنسى الجيم واشتراك في القناة وخلونا نحكو في الجديد تاع تغيير شعار اتحاد العاصمة. لا يكون ولن يكون ان شاء الله. خوتي نرجعوا للغنايا للور شوية، نرجعوا للغنايا. حبوا تاريخ يبيعوه انوار، حبوا يفاسيو اسمها هذه يا خوتي. اليوم بعد يوم يتضح نوايا هذه الشركة خوتي، حب تضمس تاريخ وهوية تاع الفريق بعد بلوغين وتفرقة الأنصار. الآن تريد تغيير شعار الفريق الذي يرمز إلى العاصمة، وفي حالة سكوت الأنصار اللي هما إحنا على هذه الأفعال وتترك الشركة كما هذه تعبث تاريخ النادي وهوية نتاعو، ما تعجبوش خوتي إذا تغير اسم الفريق والألوان تاعو. فهؤلاء الأشخاص يعملون لمصالحهم وفقط مع الاتحاد ظالمة أو مظلومة، احنا نسالوا فيها أكثر منهم. توضيح بسيط، حابين ينحوا الأسدين من شعار اتحاد العاصمة، هذه هي الحكاية وإحنا ما نش قابلين. والسلام عليكم ورحمة الله في فيديو جديد إن شاء الله.